فبنبدأ نتعلم ازاي نتشغل تايم سبورت على التلفزيون ده وبالجودة دي. تابعنا في الفيديو. اهلا بيكم مع فيديو جديد ومعايا انا محمد عليوة. في الفيديو بتاع النهارده حابين نحط حد هنا نشغل تايم سبورت على التلفزيون. طبعا الموضوع صعب جدا وقاسي جدا. في الفيديو بتاع النهارده هنخوض المحاوله تماما، بس حابب اوصل رساله سريعه جدا ان انا مش بتاع دش ولا صنايع ولا سفرات ولا الحاجات دي كلها. انا مجرد شاب مصر عادي جدا حابب ان انا اشارك اي حاجه اعرفها معاكم من خلال قناتي. على قناتي هتشوف كتير جدا من الفيديوهات المختلفه المتشعبه في كل الاتجاهات. لو عجبك اسلوبي وعجبك طريقتي ممكن تشجعني تكتب في الكومنتس وكمان تعمل اشتراك في القناه عشان توصلك كل فيديوهاتي. في الفيديو بتاع النهارده هنصمم اريا الارضي، يعني هنشيل من دماغنا تماما فكره القنوات الرقميه. القنوات الرقميه خلاص ما بقتش في الحسبان، كويسه جدا وشغاله جدا بس شغلناها على الشاشات وشفنا ليها اكتر من فيديو. لو انت عندك شاشه وبتعمل بث رقمي وعايز تنزل القنوات الرقميه هيظهر لك فيديو فوق دلوقتي في علامه التحكم من خلاله تكون قادر انك تنزل القنوات الرقميه. طيب لو ما عندكش قنوات رقميه وهتتجه لاتجاه التلفزيون الارضي هتعمل ايه؟ ده اللي هنجربه في الفيديو بتاع النهارده عشان نطلع لك جوده صوره مميزه جدا. تابعني في الفيديو ده، بس مهم جدا انك تركز في كود النقاط وتفهم نقطه نقطه عشان نكون فاهمين. وطبعا الخامات اللي هنستعملها سهله جدا، يعني ما تشتريش حاجات كتير وما تكركبش الدنيا. الموضوع مش مستاهل اكتر من انك تفكر شويه وتشغل دماغك، واحنا كمصريين بمعنى دق معروفين بجبروتنا. في الفيديو ده هعلمك انك تعمل اريال من اضعف وابسط الخامات بدون اي مشاكل. ودلوقتي يلا بينا ننتقل للبدايه. في البدايه القطعه المتفق عليها واللي الكل لازم يكون اشتراها خلاص وموجوده عندك اللي هي القطعه دي. موجودة معاك بالشكل ده، مميزة جدا، هتستفاد منها لانك محتاجها. سعرها تقريبا 5 جنيه في الوقت الحالي لانها بقت من ضمن السلسلة. يبقى انت لازم تشتري القطعة دي قبل ما تغلى كمان، ممكن توصل 10% بكرة. البداية القطعة دي، بعد كده بقى السلك اللي هنستعمله سلك رصيفر عادي جدا بدون أي مشاكل. سلك الرصيفر قوي جدا في نقل الإشارة وأنا بفضله ليك تماما، يعني ما تحاولش تستعمل سلك تليفون أو تستعمل أي سلك تاني، استعمل سلك الرصيفر دي جودة كويسة وصورة مميزة. طبعا ممكن تستعمل السلك اللي موجود في الرصيفر وتصوره من فوق وتصوره من تحت وتعمل اللي هنعمله دلوقتي، أو تشتري سلك جديد، أو لو عندك سلك ممكن تستعمله. بس اتأكد تماما إن السلك في المرحلة دي كل ما كان أطول كل ما اداك جودة إشارة أحسن. تمام؟ دلوقتي هنبدا الشغل. زي التاكيد للناس اللي ما شافتش الكلام بتاعي، طبعا انت عندك السلك بيكون بالشكل ده. السلك بالشكل ده بتاع الريل، طرف المونيوم وطرف نحاس، انت اللي عملته بالشكل ده واظهرته. كل اللي بتركبه بتركب البنه اللي موجوده في الرسيفر بدون اي مشاكل. البنه العاديه جدا اللي موجوده في الرسيفر بتركبها بالشكل ده كده. بتتاكد تماما ان طول قطعه النحاس اللي موجود هنا ده، الطول ده يكون مساوي لحافه الصامولة اللي موجودة هنا دي، والألمونيوم بيلف عليها من بره كده. وبعد كده أهم حاجة ونقطة مهمة جدا هتفرق معاك في جودة إشارة، اللزق أو الشكرتون بمعنى آخر. شكرتون، لزق، بلاستر، أيا كان المسمى بتاعه عندك هتعمله بالشكل ده وتلفه عليها. طبعا بتعمله بالشكل ده، بتقطع اللزق وتقص الأصافة الجزء الأطول ده، وبعد كده بتركب فيه البنة اللي موجودة معاك بدون أي مشاكل. لو أخدنا البنة بالشكل ده زي ما أنت شايفها كده، البنة اللي موجودة معاك بالشكل ده أصبح السلك معاك بتركب فيه البنة كده بدون اي مشاكل، وخلال 3 ثواني بتكون ركبت البنه. ظهرت معاك البنه بالشكل ده. طبعا احنا دلوقتي لو اضطرنا ان احنا نفتح التي في مش هنلاقي عليه اي حاجه. بالنسبه بقى للتلفزيون والتساؤلات اللي هتجيني والكومنتات والحاجات اللي هتيجي كتير جدا، عايزك تشغل عقلك وتفكيرك عشان تفهم كل حاجه. بمعنى ده، في التلفزيونات القديمه خالص في البدايه كان المخرج الرئيسي والاساسي هو مخرج الار اف. يبقى ما لقيش واحد بيقول لي التلفزيون بتاعي قديم هشغل ولا مش هشغل. تاكد تماما ان التلفزيون بتاعك كل ما كان اقدم كل ما بقى افضل. طيب التلفزيونات الحديثه، لما بقى التلفزيون حديث فبقى مخرجين او بقى في حلين، حل الار اف وحل الاوديو والفيديو، فبقى الموضوع يعني 50% هنا و50% هنا. فما تقلقش، كل ما كان تلفزيونك قديم كل ما هيديك صوره مميزه، وكل ما كان تلفزيونك حديث ممكن اصلا يدعم البث الرقمي. بس انا دلوقتي الفيديو ده موجه للبث الارضي تحديدا، والناس اللي زعلانه مني جدا وعماله تقول لي صمم اريال صمم اريال صمم اريال، فالفيديو ده انا بوجهه لكم. يبقى ما تقلقش تماما، لو كان التلفزيون بتاعك قديم فهيديك صوره كويسه وصوره مميزه عشان كان مخرج الار اف معمول فيه باحترافيه عاليه جدا. يبقى احنا دلوقتي صممنا تصميم. هيظهر لك دلوقتي مخرج الار اف بتركب فيه الجاك ده في التلفزيون من الخلف بدون اي مشاكل. طبعا احنا كده انتهينا من الجزء الاول من الفيديو. اول ما ركبنا اصلا المخرج حسيت ان الجهاز بتاعك بدا يجيب قنوات كويس، ولو ما جابش قنوات هعلمك برضه خطوه خطوه على التلفزيون لحد ما تتعلم تجيب القنوات ازاي. هنا بقى هننتقل للمرحله الثانيه. انت ممكن تعتمد اصلا يعني في الطرف الثاني من السلك، لو جينا بقى للطرف الثاني في نهايه السلك خالص هتقشر السلك بالطريقه الموجوده قدامك دي.
تحول معاك السلك لطرف طرف ألمونيوم وطرف نحاس زي ما ظهر معاك كده. السلك موضح جدا الطريقه اللي ظهر بيها وشكلها عامل ازاي، سهله جدا يعني بقى طرف كده وطرف كده سهل جدا. هنا بقى تعتمد على سلك من الألمونيوم او اي حاجه من الألمونيوم او عندك اريال بتاع راديو قديم ممكن تستعمله. دايما انا هعلمك الفكره وازاي تستعملها وازاي تجربها وانت تنفذ وتبتكر مع نفسك. احنا كمصريين معروفين بجبروتنا ومعروفين ان احنا قادرين نعمل اي حاجه عشان نوصل للي احنا عايزينه. يبقى انت عندك الاريال بالشكل ده ممكن تستعمله تمام، او لو عندك اريالين بتوع راديو بالشكل ده ممكن تستعملهم برضو. اي اريال عندك اي حاجه مصممه من الالومنيوم ممكن تربط في كل طرف منهم سلكه وتبدا انك تتحرك شمال يمين، بس طبعا على السطح او في مكان مرتفع او في بلكونه حسب الاتجاه اللي انت بتتجه ليه. يعني انا سكان كفر الشيخ بتجه ناحيه اسكندريه بيديني جوده كويسه جدا وجوده مميزه جدا. يعني هيظهر لك على الشاشه دلوقتي التصميم اللي هنقوم بيه بشكل بسيط جدا عشان تصممه وتقوم بيه. انا في البيت عندي لقيت سلك الومنيوم عادي جدا السلك بالشكل ده، ظاهر معاك السلك بالشكل ده واضح جدا اللون الابيض اللي جواه اللي هو لون الالومنيوم، هيوضح معايا في الجدول دلوقتي وهوضحه كمان مره. السلك واضح جدا ومميز جدا ان هو مصنوع من الالومنيوم. طبعا السلك ده بتاع كهرباء قديم، ممكن تلاقي سلك الومنيوم عادي متقشر ومتغطي، اي سلك الومنيوم موجود عندك هيديك جوده اشاره كويس. طيب السلك ده كويس جدا. بعد كده بقى هتصمم الاريال اللي ظهر من شويه اللي هو على شكل مستطيل وفي دراع في النص ماسك الاريال بدون اي مشاكل. طبعا انا عملت التصميم ده بخشب بسيط جدا وشكل كروكي في دقيقتين اتنين بالشكل ده، خشبه طويله جدا وبعد كده عرضتين بالشكل ده قد بعض واتنين ماسكينهم كده. وطبعا هتصممهم بمسامير وكل مكان طول اكتر في الاريال، يعني انا عندي حوالي متر ونص اليد اللي موجوده فيه، هيديك جوده الصوره احسن وصوره مميزه. مهم جدا انك تلف السلك بالشكل ده، طرف هنا وطرف هنا في البدايه لو وريتك شكل الالومنيوم عشان يكون واضح معاك في الاطراف. هو ده شكل طرف السلك الالومنيوم زي ما ظهر معاك في الفيديو بكل وضوح، هو ده الالومنيوم لازم يهتم بيه جدا يكون موجود ظاهر معاك بالشكل ده. يبقى انت في البدايه عملت طرفين بالشكل ده وبدات تتحرك مع الطبق او مع الخشب اللي ماشي معاك وتمشي وتلف حوالين منه بالشكل ده. يعني عملت الاول بدات من هنا بالطرفين اهوت البدايه وبدات طبعا هتحس السلك وتجربه مره كروك قبل ما تركبه وبدات انك تعمله وتحركه وتطلع بالشكل. طبعا ده الاريال المتداول اللي موجود جدا، مهم جدا انك تعمل البتاع اللي فوق بالشكل ده. انا مش عارف ليه بس كل قرايب انا بشوفها فيها وفعلا بتدي جوده الصوره كويسه. يبقى انت هتبدا بالشكل ده من تحت كده، هتبدا بالشكل ده من هنا كده وتتحرك عليه. طبعا هتربطه بسلكه، هتربطه بحبل، هتربطه بجلاس، اي حاجه موجوده عندك هتستعملها، مشيش اي حاجه، ممكن حتى لو اي خيط اي حاجه ممكن تربطه بيه وتعملها في النهايه بالشكل ده. طبعا بعد ما عملنا بالشكل ده هنبدا ان احنا نجرب. احنا دلوقتي بنجرب واحنا موجودين جوه البيت وداخل الشقه، مش بنطلع بره ولا بنطلع السطح. طبعا هيديك جوده الصوره ضعيفه جدا، بس لما طلعنا وجربنا على السطح جوده الصوره اللي ظهرت في بدايه الفيديو كانت الجوده دي واحنا موجودين على السطح. طبعا كنت استغل احد الاشخاص يعني القريب مني جدا ان هو يساعدني في حاجه زي كده. طبعا السلك بالشكل ده لو خرجنا الاريال بالشكل ده، الاريال موجود معانا وطبعا التلفزيون دلوقتي مفتوح. بقى دلوقتي نبدا ان احنا نجرب كده. طبعا لازم تكون فاهم ان جودة الصورة وانت جوه البيت هتكون ظاهرة معاك بالشكل ده، بس لما تطلع السطح هتبتدي تتحسن زي ما هيظهر معايا دلوقتي. طبعا انا قصيت الفيديو ده عشان اوريك الفرق ما بين الجودة دي والجودة دي. وطبعا انت كل ما ركزت وكل ما عرفت انك تختار مكان كويس وتثبت فيه الاريال بتاعك بطريقة مناسبة وطريقة كويسة هتظبط معاك الصورة دي، وكل ما اشتغلت بالليل هيكون افضل لان جودة الصورة وجودة الاشارة بالليل بتكون اقوى جدا. فما تقلقش اثناء مشاهدة المباريات الجودة هتكون مميزة جدا. كل اللي هتعمله هتنصب الاريال في مكان كويس هتشتغل معاك الصورة بالجودة دي وبالدقة دي بدون اي مشاكل، صورة كويسة جدا وممتازة جدا قريبة جدا من البث الرقمي الارضي. طيب كويس جدا. الناس بقى مش عارفه تعمل توليف ومش عارفه تظبط الاريال، طبعا حطيت الاريال فالصوره راحت بالشكل اللي كان واضح جدا ده. طيب الناس بقى مش عارفه تعمل توليف ومش عارفه تظبط الاريال ومش عارفه تعمل حاجه، في البدايه لازم تركز جدا في خيارات الشاشه، يعني خط التلفزيون الموجود عندك حتى لو ما عندكش. دلوقتي هنقرب لك الكاميرا شويه من التلفزيون عشان تكون كل الخيارات اللي هنقوم بيها واضحه. لو ما عندكش حتى التلفزيون بتاعك ريموت مش موجود، لان اغلب التلفزيونات اللي بالشكل ده الريموت بتاعها اصبح مش موجود، فما قدامكش برضو اي مشاكل. كل اللي هتقوم بيه طبعا لازم تكون فاهم الازرار دي بتعمل لك ايه في التيفي. لو كبرنا بالشكل ده كده طبعا بيكون عندك دايما في اغلب التلفزيونات القديمه اربع زرارين بالشكل ده كاختيار وكاوكي، يعني الزرار ده بيجيب لك القائمه بالشكل اللي ظاهر قدامك ده وبعد كده تبدا انك تحرك. طبعا دلوقتي لما بصور الشاشه انا شايف ان الكلام طالع على الشاشه مش واضح او مش مظبوط،
كويس، يبقى انت اللي هتعمله. الزرار ده في البدايه خالص ده اللي بيبقى دايما قريب من زرار التشغيل ده اللي هو بيفتح ويقفل، بيكون ده الزرار الاساسي او الرئيسي اللي هو بتاع المنيو. في المنيو بتتك عليه تكه واحده، اول ما تدور بتدور على كلمه توليف، على كلمه يعني انالوج توليف سيرش، الحاجات دي كلها. يعني انا عندي هنا اسمه اوتو بروجرام، بدوس عليه بختار اوكي. بعد كده بنزل في هنا طبعا سيستم والحاجات دي كلها، اختار انواع الحاجات اللي انا محتاجها اللي هي مانوال وعاديه والحاجات دي كلها. بيبدا السيرش معاك بكل سهوله، بيبدا ان هو يسيرش على القنوات. اهم حاجه انك تظهر القنوات بطريقه اوتو، واهم حاجه ان يجي لك اي شغل. لو ما ظهرش معاك في القناه ممكن تضطر انك تاخد التي في معاك على السطح، او تستغل اي حد من اخواتك الصغيرين وتبدا انك تستعمل التليفون في التحريك شمال يمين وتتحرك لحد ما يظبط معاك. طبعا بالشكل ده بيديك بدايه يعني هيك شكل خروج للقنوات اللي موجوده عندك، بعد كده تكون قادر انك تحرك وتبدل فيها. طبعا الموضوع بياخد معاناه منك جدا وبياخد وقت وبياخد تعب وبياخد مجهود، بس اول الاريا بيظبط في مكان كويس جدا تاكد تماما انه هيديك جوده اشاره كويسه. يعني رقم ما جبت الاشاره اول مره وظبطتها وجابت معاك الجوده المناسبه هيديك اشاره كويسه واشاره مناسبه بدون اي مشاكل. في نهاية الفيديو أتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أن نكون قدرت أقدم لكم معلومة مفيدة. كان معاكم محمد علي، وشكرا لكم جميعا.